من بعد ما تابعنا معاكم مشاهدينا وتعرفنا على درجات الحرارة اللي شفتوها تتراوح ما بين 37 إلى 44 في الفترة الصباحية، علشان تضبط أمورنا ونكمل يومنا بعد على خير، حلو إن احنا نتعرف على الطرق الصحيحة والصحية للتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة وتجنب ضربات الشمس. كل هذه التفاصيل مع النديب سعود المعاضيد، صبحك الله بالخير. نعم، كل الشكر لك يا اختي حصة، صبح عليك بالخير وصبح على مشاهدينا الكرام بالخير. طبعا مثل ما ذكرتي ان الحين احنا في المرحلة او مقبلين على الصيف وترتفع درجات الحرارة، ان شاء الله اليوم بنتعرف على خطورة ارتفاع درجات الحرارة وشلون انه ممكن ان احنا شلون ممكن ان احنا نوقي نفسنا من هذه الدرجات، نتبع الطرق السليمة ان شاء الله. بنتعرف اكثر على هذه التفاصيل معاي الدكتور هاشم السيد استشاري طب الاسره. يا مرحبا ومسهلا فيك وشرفنا على شاشه قناه الريان. الله يسلمك، حياك الله. الله يحييك دكتور. بما ان الحين احنا مقبلين على فصل الصيف ونشوف درجات الحراره تزايد يوم بعد يوم، لو تكلمنا عن مدى خطوره هذا الشيء وشلون ممكن ان الوقايه من درجات الحراره. بسم الله الرحمن الرحيم. فتره الصيف فتره حرجه بالنسبه للانسان، خصوصا لعاملين مهمين، هما الاول ارتفاع درجه الحراره والثاني ارتفاع درجة الرطوبة، خصوصا في منطقة الخليج العربي. ارتفاع درجة الحرارة لها يعني مشاكل عدة، من ضمنها الشيء الأول اللي هو عندنا نسميه احنا الإجهاد الحراري أو الهيت اكزوستشن، والشغلة الثانية احنا نسميها ضربة الشمس أو ضربة الحر. في حالة الإجهاد الحراري يكون هناك يعني المريض أو الشخص اللي يصاب بهذه النوبة يكون عنده تسارع في ضربات القلب، يكون عنده نقول يعني تسارع في النفس، تعرق شديد، يصاب بالإجهاد، يحس أنه راح يستفرغ، قد يستفرغ بعض الأوقات، وقد يحس أنه بالدوخان، ويحس أنه خلاص راح يفقد الوعي، وهذا عادة يصير نتيجة لفقدانه السوائل أثناء الرياضة أو أثناء عمله في الحر. يعني ممكن أن تنصح خاصة في هذه الأيام مع ارتفاع درجة الحرارة أن نكثر من شرب السوائل مثل الماء، الفيتامينات. بالضبط. بالنسبة للسوائل هي أفضل شيء هو الماء، لأن فيه نسبة معادلة من المياه بالإضافة إلى الأملاح، خصوصا الأشخاص اللي راح يقبلون على عمل أثناء يعني الظهيرة أو خلينا نقول الجو الحار أثناء الصيف. فبتكلم بشكل عام على الرياضيين واللي يشتغلون في الشمس. بالنسبة للرياضيين عادة اللي يحبون يتريضون احنا ننصح عادة انه يشرب 2 إلى 4 أكواب ماء قبل التريض في أثناء فترة الصيف، لأن الشخص حتى لو ما حس بالعطش راح يفقد يعني السوائل أثناء التريض. أنت تشوف حضرتك لأنه لو بترتفع درجة حرارة الجسم لو درجة واحدة بس بتشوف أنه يفقد ما مقداره لترين من السوائل أثناء التريض، فالشخص لازم ما يعتمد على نسبة إحساسه بالعطش، خصوصا اللي راح يمارس الرياضه لمده ساعه او ساعتين او اكثر. دكتور، على طاري الرياضه احنا ممكن نشوف هالايام خاصه الشباب اللي هم يمارسون رياضه او حتى ممكن اللي هم يسوون رجيم، نشوفهم يعني على الريق اول ما يقومون يشربون ماء ويسوون رياضه، هل هذا له خطوره خاصه مع اشعه الشمس او حتى مع ارتفاع الرطوبه عندنا في الدوله؟ لا بالعكس، لانه انت اثناء الحر او اثناء الرطوبه الجسم راح يفقد سوائل. نعم. المشكله تصير متى؟ اذا تريض وفي هنا 70، فالشخص قبل ما يتريض لازم يعني يستفسر عن حاله الطقس سواء عن طريق الهواتف الذكيه او عن طريق الاتصال بالارصاد الجويه. فإذا شاف أنه درجة الحرارة تعدي 40 ودرجة الرطوبة تعدي 70 درجة مئوية، ذيك الساعة لازم يكون ما يطلع في الشمس وما يطلع يتريض، يكون في أماكن مغلقة مكيفة، على الأقل تكون مثل ما تقول فيها نوع من التهوية، إذا ما كانت مكيفة يكون على الأقل فيها نوع من المراوح. المشكلة تصير متى؟ إذا الشخص عاند وقال والله أنا بتريض وأنا جسمي قوي، اوكي انت كشخص رياضي ممكن تستحمل ساعه ساعتين، لكن راح يجيك موضوع الاجهاد الحراري. عقبها ممكن تدخل انت في ضربه الحر او اللي احنا نسميها ضربه الشمس المتعارف امام الناس يعني. هي ضربه الشمس دكتور تجيك اعراضها على طول ولا حزات عقب فتره؟ هو في نوعين من الناس، اذا كنت انت شخص مثلا مسن كبير السن عاده قد يستمر الموضوع الى 2 إلى 3 أسابيع الى ان ترتفع درجه الحراره الى مستوى فوق 40 درجه. ويصاب عندك نوع من الخلل في الجهاز العصبي. يعني سبحان الله ضربة الشمس تتم يعني. اي
احنا لما نقول ضربه شمس هذا اسم طبعا غير صحيح، هو ضربه حر، لان كثير من الناس ترتفع درجه حرارتهم من دون ما يتعرض للشمس، خصوصا انت لو تشوف مثلا تلاحظ السنه هذه في الهند كان هناك عدد من الوفيات تقريبا 1100 شخص بسبب ارتفاع درجه الحراره الى 47 درجه مئويه. في امريكا على سبيل المثال عندك حوالي 300 شخص يموتون سنويا من الحر اكثر من الكوارث الطبيعيه، سواء كانت فيضانات او كانت برق او كان سيول او ما شابه. الله ياجرنا من النار ان شاء الله. دكتور، نصيحه ودك نتوجهها للمشاهدين، اسعافات اوليه، شو الطرق اللي يتبعونها اذا جاتهم ضربه شمس او حتى رطوبه عاليه، حسوا اختناق تنفس، شو الاجراءات اللي ممكن يتخذونها اول باول خطوه بخطوه؟ استاذ سعود انا بجاوبك على هذا السؤال، بس اول شيء قبل هذا بعطي نصيحه للي راح يتريض. خذ راحتك. اول شيء لازم يكون يشرب سوائل كميه كافيه. اثنين، يبتعد عن مدرات البول اللي هي القهوه والكافيين ومشروبات الطاقه. ثلاثه، يلبس ملابس فضفاضه. اربعه، ما تكون ملابس داكنه، تكون لازم تكون نوع من الالوان الباهته عشان تعكس اشعه الشمس. دكتور انا ما ابغى اقطع كلامك الا بكل خير. ممكن انت يوم قلت انه يشرب سوائل نفس الماي او الفيتامينات، نشوف احنا بعض الشباب يشربون اللي هي مشروبات الطاقه، هل هذه تاثر عليه؟ هي المشكله على نوعيه السكر اللي موجود في مشروبات الطاقه وكميه الكافيين، اذا كان كميه الكافيين والسكر عاليه يصير عنده نقص في امتصاص السوائل اثناء شربها واثناء التريض، لكن في بعض مشروبات الطاقه لا، في نسبه السكر او الكربوهيدرات اللي فيها قليله جدا، فامتصاص السوائل عن هذا الطريق مفيد للجسم، فننصحه بهالطريقه. الشيء الثاني، يلبس نظارات شمسيه، يلبس قبعه، يلبس كاب، يعلم احد الاصدقاء انه والله انا رايح اتريض، او احد الاهل، خصوصا اذا كان مصاب عنده امراض مثل السكر او عنده الضغط او عنده القلب، فلازم يكون هناك عنده نوع من التواصل. بالنسبه لحضرتك انه والله احنا ايش ننصح اذا جاءت الشخص مثلا ضربه اجهاد حراري او ضربه شمس او ضربه حر؟ في حاله الاجهاد الحراري هي نسبه اقل من ضربه الشمس، هني احنا عاده ننصحه انه يجي الى مكان بارد، يرشون عليه نوع من الماء الفاتر بحيث تكون درجه الحراره ما تقل عن 15 وما تزيد عن 18 إلى 20 درجة. وضع يعني مثل ما تقول فوط مبللة بالماء وتغييرها بشكل متواصل. كذلك إعطاها قليل من الماء وبشكل متدرج. لكن المشكلة إذا جاتها ضربة حر. هني يتحول الموضوع إلى موضوع طوارئ. فضربة الحر شلون يصير؟ توجه على طول. أي الموضوع يتغير. يصيد الإنسان نوع من الهلوسة. يصيد نوع من الإغماء. قد يصاب بتشنج حراري. هني يجب أن يعني الاتصال على الطوارئ، وفي نفس الوقت سحب المصاب إلى منطقة تكون بعيدة عن الشمس وبعيدة عن الحر، ومحاولة أنه رش الماء عليه إلى أن يستفيق ويستعيد وعيه. وإذا كان أصيب بتشنج يجب أن يوضع المصاب في الطريقة الصحيحة ويكون على جنبه. على الجنب. أي وإذا كان هناك شك أنه بلع مثلا لسانه أو شيء، يرجعون الرأس إلى الخلف بطريقة سلسة ومرنة. والاتصال مثل ما قلنا بالطوارئ. الإجراءات نفسها تختلف حتى لو أن أصابت الأطفال نفسهم؟ الأطفال عادة عندنا مشكلة فيهم في اللي عمرهم تقريبا أقل من سنتين، لأن اللي أقل من سنتين واللي أكثر من 65 سنة عندهم مشكلة في التكيف الحراري. الجسم عادة يتعامل ويتفاعل مع الحرارة من خلال منطقة في المخ تسمى المهاد، فإذا أنت أصبت بضربة حر توقف الثرموميتر عندك في الجسم، فترتفع درجة حرارة الجسم تلقائيا إلى أن تصل فوق 40. هني عادة نحن نقول للأطفال كذلك، هم نفس كبار السن تعتبر فئة معرضة للخطر، فيجب أنه يعني نتعامل معها بطريقة سريعة بالاتصال معهم أول بأول. بالضبط. إيه نعم. طبعا دكتور انت ذكرت أن نكثر من سوائل، نلبس خاصة إذا بنسوي رياضة الملابس الفاتحة، النظارات، الكاب، نصيحة ودك توجهها للمشاهدين؟ بصراحة إنه الرياضة مطلوبة في كل الأوقات، لكن قبل ما أمارس الرياضة أخذ كمية كافية من السوائل معي، وفي نفس الوقت تكون يعني أخبر حد من الأشخاص، خصوصا إذا كنت أنا مصاب بالسكر أو بالضغط أو بالكلى، إن أنا رايح أتريض، فيا جماعة يعني خلكم على اتصال معي. وفي نفس الوقت إذا شعرت إنه في أعراض بدأت تظهر عليه، صار عندي تسارع في ضربات القلب، أو صار عندي مثل نوع من التسارع في التنفس، يجب أن أتوقف توقف تام عن هذا الموضوع، وأدخل سيارتي وأشغل المكيف بحيث أنه الحرارة تطلع من الجلد
واشرب بعض السوائل بحيث ان اهدأ شويه وتخف الحاله وتنزل درجه حراره الجسم الداخليه. ولا انه يجهد نفسه بعد. بالضبط. الله يعطيك العافيه، طبعا مشاهدينا دكتور بيض الله وجهك. حياك الله. تسلم على هذه النصائح. اهلا وسهلا. جعلها في ميزان حسناتك ان شاء الله. طبعا مشاهدينا كان معي الدكتور هاشم السيد استشاري طب الاسره، وعرفنا على خطوات انه نوقي نفسنا من ضربات الشمس او حتى الرطوبة. مشاهدينا هذا كل اللي عندي من فندق الجسرة، وارجع لاختي حصة في الاستديو. شكرا سعود، وايضا الشكر موصول لضيفك الكريم دكتور على النصائح اللي بالفعل جدا ثرية. والان مشاهدينا الى نادي الضباط بالادارة العامة في الدفاع المدني بوادي السيل، حيث يتم الاعلان عن اصدار رخصة اقامة جديدة على شكل بطاقة شخصية. التفاصيل أكثر مع النديب علي النعمة الموجود هناك. صبحك الله بالخير يا علي. يا أهلا مرحبا فيك أختي حصة في الاستديو، أصبح عليك بالخير وأصبح على مشاهدين ومستمعين قناة الريان. احنا اليوم متواجدين في نادي الضباط الإدارة العامة للدفاع المدني بوادي السيل للحديث حول مؤتمر صحفي لإعلان عن إصدار رخصة إقامة جديدة للموافدين على شكل بطاقة شخصية، مع الغاء العمل بلاصق رخصة الإقامة على جوازات السفر للمقيمين بالدولة. للحديث أكثر أو للتعرف أكثر على حثيات القانون الجديد راح يكون معنا النقيب عبد الله خليفة المهندي ليعرفنا زيادة عن القانون الجديد. أبو خليفة نرحب فيك على تواجدك معنا على قناة الريان. أبو خليفة بداية لو يعني تعرفنا عن تعطينا فكرة عن القانون الجديد والهدف منه. طبعا هو تطوير في خدمة عندنا، هي كانت الخدمة سابقا تصدر استيكر إقامة في جواز وبطاقة إثبات شخصية. فمع تطوير خدماتنا ارتأت الوزارة أنها تصدر بطاقة إقامة، هي تكون بمثابة بطاقة الإقامة نفسها وتكون بمثابة إثبات الهوية. طبعا هذا شيء بيعزز من تطوير خدماتنا وتسهيل الحصول على الخدمة بشكل أكثر عبر الوسائل الإلكترونية، وراح وزارة الداخلية تحقق رؤيتها. طبعا جزء كبير من نظرتها في تطوير خدماتها اللي هي بتوصيل خدماتها بشكل أسرع ودون الحصول على أوراق إضافية وهالأمور. متى سيدخل القرار حيز التنفيذ؟ بإذن الله من تاريخ 15 شهر هذا إن شاء الله راح يكون من 15 إصدار بطاقات الإقامة، طبعا مع سريان الإقامات الموجودة الحالي لحين انتهائها. طيب إيش بتكون نوعية البيانات المتواجدة في البطاقة الجديدة؟ هي نفس البيانات اللي موجودة في الإقامة السابقة اللي في البطاقة الشخصية، بس أضفنا لها رقم الجواز، أضفنا لها تاريخ صلاحية الجواز، في بعض المصطلحات اللي تواكب تشريعاتنا الجديدة تم إضافتها على سبيل المستخدم اللي داخلين البلد لغرض العمل، المضيف اللي داخلين لغرض الإقامات العائلية، بعض المصطلحات القانونية الجديدة. طيب أبو خليفة أنا معاك في المؤتمر سمعت تساؤلات كثيرة عن في بالنسبة للرسوم، في تغيير في الرسوم، في رسوم هي جديدة. هي رسوم نفس ما هي الرسوم الحالية، راح يكون لا فيها إضافة ولا شيء، وبنفس النماذج بنفس الطريقة اللي تتقدم. الله أمنا راح يكون الحصول عليها بشكل أكبر عن طريق الخدمات الإلكترونية، وعلى الحصول على الخدمة عن بعد أكثر، وراح يكون شريك معانا في توصيل الخدمة هي المؤسسة القطرية للبريد بإذن الله. طيب في حالة سفر المقيم أبو خليفة هل يستوجب إبراز الجواز مع البطاقة ولا بس البطاقة أخذها؟ طبعا يجب على كل وافد مقيم في الدولة إبراز البطاقة عند الخروج والدخول من وإلى البلاد، البطاقة الإقامة مع جواز السفر. طيب في حالة إضاعة مثلا البطاقة أو الجواز في الدول المجاورة أو في الدول الخارجية، في إشعار للسفارات اللي مالتنا برا أنه ممكن يسهلون للعودة للدوحة؟ هو الحصول على تأشيرة العودة راح يكون نفس ما هو معمول به الآن في حالة فقدان الإقامة في الجواز. راح يتم الحصول على تأشيرة عودة عبر الوسائل الإلكترونية المتاحة أو عبر أجهات العمل الموجودة في الدولة. طيب أبو خليفة شركات الطيران في بعض البلدان هل سيتم التنسيق معاهم على البطاقة الجديدة؟ هيكون في مشروع جديد معاهم في التنسيق أكيد؟ طبعا تم إشعار شركات الطيران والمطارات العالمية كلها، وتم إشعار الجهات المختصة اللي داخل الدولة واللي خارج الدولة جميعها. طيب دور التوعية مهم أبو خليفة. طبعًا. هل أنتم في الإدارة العامة للجوازات في توعية مثلا للمقيمين بعدة لغات، لأن عندنا عمالة احنا مختلفة؟ طبعا احنا دائما بين كل فتره نستهدف الجاليات، رابطه الجاليات،
ومتواصلين في تطوير خدماتنا. نستهدف الفئات المحددة سواء كانت للجهات العمالة أو العائلات بشكل خاص. نستهدف أوقات طبعا أي تطوير خدمة عندنا عبر الوسائل المتاحة بالتنسيق مع إدارة العلاقات العامة في وزارة الداخلية. طيب أبو خليفة، طموحكم القادم أنتم في الإدارة العامة للجوازات، هل طموحكم أن تكون مثلا تخليص المعاملات كلها عن طريق الأونلاين أو بنقول بوسائل إلكترونية أفضل ما يكون في تكدس عندكم في الإدارات العامة للجوازات؟ احنا الحمد لله رب العالمين، طبعا الفترات الأخيرة خفت نسبة الزائرين اللي يدخلون الإدارة العامة بشكل كبير. طبعا احنا بدينا في الخدمات الإلكترونية من فترة طويلة وتم تسهيلها وتبسيطها للحصول عليها، ونسبة المشتركين عندنا في خدماتنا سواء كانت خدمة مطراش 2 أو موقع الوزارة أو جزء الخدمة الذاتية أو التقدم عبر بوابة حكومي، أعداد الحمد لله رب العالمين كل مالها في ازدياد. ومع تطبيق مشروعنا الجديد احنا طامحين إن شاء الله أنه يكون النسبة أكبر بكثير إن شاء الله، وأن في حالة تجديد الإقامة ما راح تكون الجوازات ما راح يتم إحضارها للإدارة العامة للجوازات، بل هي بيانات موثقة عندنا راح يتم التجديد بناء على البيانات الموثقة لدى الإدارة العامة. طيب سؤال أخير أبو خليفة، احنا بالنسبة للبطاقات الشخصية في بطاقات مثلا بشريحة وبدون شريحة، هل راح تكون البطاقات للمقيم بشريحة وبدون شريحة نفس الشيء؟ لا، هي راح تكون بنفس الطريقة الحالية، بطاقتين، بطاقة بشريحة وبطاقة بدون شريحة. طبعا البطاقة اللي بشريحة اللي من يرغب الحصول عليها، طبعا البطاقة اللي بشريحة تفيده في أشياء كثيرة، تفيده طبعا في الخدمات الإلكترونية، تفيده في بوابات الدخول والخروج، وفيها طبعا مع تطوير الخدمات كل مالها راح تكون فيها خدمات إضافية أكثر. طيب أبو خليفة، أنت شو اللي حابة يعني الوجه للجمهور أو المقيمين معانا أن يعني وسيلة الجديدة اللي هي البطاقة راح تخدمهم أيضا في الأشياء الداخلية والخارجية؟ طبعا حنا الآن لما أي شخص يرغب بالحصول على خدمتنا للمنشآت بشكل عام راح يتم الحصول عليها عن بعد. بما يخص الأفراد العمل الكفالات الشخصية أو العائلات يمكن الحصول فيها عن بعد، وممكن الحضور لكونترات الخدمة في الإدارة العامة والإدارات التابعة لها. احنا في بعض الأشياء الأطفال احنا عامة في عمر معين للأطفال أبو خليفة؟ لا، جميع الأطفال راح تصدر لهم بطاقة إقامة بدون أي تحديد سن بنفس الرسوم الإقامة. ننبه اخواننا لجميع المقيم على ارض قطر ان عند الخروج والدخول من ولاية البلاد لازم يكون مرفق بطاقه الاقامه مع جواز السفر. الخدمه راح تكون بشكل اسرع وبشكل اسلس ان شاء الله، وراح يكون لها تطوير في خدماتنا المصاحبه قدام ان شاء الله. وهي ايضا الخدمه تخدمهم في النهايه وفي البدايه بالنسبه لهم طبعاً تسهيل معاملات، طبعا تسهيل واثبات هويتكم في رفقتهم في اي مكان ان شاء الله. نقيب عبد الله خليفة المهندي، نشكرك على تواجدك معنا على قناة الريان وتشرفنا على إثرائك معنا. جزاكم الله خير، الله يبارك فيكم، احنا تشرفنا. الله يسلمك. نعم اختي في الاستديو، هذا كله من لدي اليوم من نادي الضباط الإدارة العامة للدفاع المدني بوادي السير. تكلمنا عن إصدار رخصة إقامة جديدة للوافدين على شكل بطاقة شخصية بدلا من لاصق على جواز السفر. هذا كله ما لدي، نرجع لكم في الاستديو في صباح رباح. شكرا علي، وايضا الشكر موصول لضيفك، ونبارك لهم هذه الجهود سواء كانت للمقيمين او للمواطنين. اذا مشاهدينا وصلنا لنهايه حلقه اليوم اللي تنوعت فيها جولاتنا من داخل الاستديو وخارجه، مثل ما شفنا اخذناكم جولات متنوعه، وعسى اوقاتكم تكلل بالخير اللي تتمنونه. تواصلوا معنا لاهنتوا على مواقعنا المختلفه، عندنا الفيسبوك، التويتر، الانستغرام، هاشتاج برنامج اندرسكور الصباح اندرسكور رباح، واللي تظهر امامكم على الشاشه. نلقاكم غدا في يوم جديد وموضوعات متنوعه وحلقه جديده من الصباح رباح. مع السلامه.